تمام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين ان شاء الله. فاضل اسبوع كده وندخل على العيد، وحابين قبل العيد نعيد كده واحنا عارفين هنعمل ايه في البحث بتاعنا او في الريسيرش اساينمنت او الليتريتشر ريفيو. هي بقى ليها اسامي كتير. المهم دي الابحاث اللي على السنوات النقل الموجودة في الكليات والجامعات المصرية. يعني انا النهارده هيبقى كلامي اكتر موجه ناحيه الميديكال ديسيبلين، ميديسين، فارماسي، الفيت، الدنتستري، ممكن في علوم برضو ناس هتبقى اوير بالكلام ده كويس وممكن يفيدها. تخصصات يعني العلميه في المجال قريبه من المجال الطبي والساينس اكتر. ان شاء الله يستفيدوا من اللي هنقوله. اعرفكم بنفسي، انا دكتور هدى يسري، انا مدرس وراثه طبيه ودايركتور للموليكولار بيولوجي يونت في سنتر اوف اكسلنس موليكولار اند سيلولار ميديسن في كليه الطب جامعه قناه السويس. قبل ما اجي النهارده وقبل ما احضر البرزنتيشن بتاعتنا دي، سالت ناس من الطلبه اللي اعرفهم في كليات طب مختلفه وفارماسي، انتوا محتاجين ايه تعرفوه عن موضوع الابحاث اللي انتوا المفروض تعملوها ده. فكان قالوا لي احنا محتاجين كل حاجه. احنا قلت لهم انا مش بسال على فلان او علان عشان دول ستيودنت معايا انا عارفاهم، انا بسال مستوى ناس ديفرنت. قالوا لي في ناس عندنا بتبقى ملهاش خالص في موضوع الكتابه دون او الابحاث، مركزين اكتر في ان احنا بنذاكر المواد اللي علينا ونمتحن، وده اتس جود. وفي ناس لا، ليها خبره شويه في الموضوع ده وحباه من زمان فهيبقى عندها خبره احسن، وفي ناس بين البنين. فاحنا عشان نبدا كلنا من على نفس الباك جراوند هنبدا كده واحده واحده. فالناس اللي هي لسه اول تجربه ليها انها تعمل بحث ان شاء الله تستفاد، الناس اللي عارفه شويه تستفاد اكتر، واللي عارفه كويس ممكن يبقى ريفرشمنت ليها. فدون برضو الباك جراوند اللي هنبدا بيه من زيرو تقريبا. طيب النهارده هنغطي 6 حاجات عندنا خاصة بالأبحاث. إيه الـ requirement بتاعت الـ assignment المعلن عنها في معظم الجامعات المصرية، الحاجات اللي متفقين عليها، الـ searching process بتاعتنا، والـ planning process بتاع الشغل بتاعنا، والـ writing process الكتابة، والـ finishing، والـ references آخر حاجة. فإحنا بالنسبة لنا دي 6 خطوات اللي هنمشي فيها النهاردة في المحاضرة إن شاء الله. أول حاجة الـ assignment requirement. عندنا كده 8 مكعبات موجودة مطلوب منك literature review. في ناس هتسميها academic essay، في ناس مسمينها بحث عشان بدل الامتحان، أيا كان المسمى هنعرف يعني ايه literature review. مطلوبة topic واحد في كل curriculum، يعني كل مادة ليها بحث. قايلين لك مقترحين عليك شوية search resources تستخدمها. في جامعات نزلت تمبلت يعني زي استمارة او نظام كده، هو على وورد دوكيومنت او PDF حتى بعتينه ان هو الطلبة يملوا فيه. وفي جامعات ما عملتش، ايا كان يعني ممكن تستعينوا بفكرته لو ما هنشوفه النهارده. في بيانات اساسيه مطلوبه، وفي بيانات خاصه بالبحث هتتملي في اماكنها، وفي ريسيرش لانجويج، والبلاجيريزم او الاقتباس اللي برضو طالع مع موضوع البحث ده وبيأكدوا عليه ان احنا نتجنب الاقتباس. واحده واحده هنتكلم على الـ 8 مكعبات بتوعنا دول. اول حاجه literature review، دي معناها ايه؟ في انتوا نوعا ما هتعملوا شكل مبسط من الليتريتشر ريفيو، مش الشكل بتاعها الاكستندد او الشكل اللي هو بيعمله الناس في الدراسات العليا او الناس في الابحاث الدكاتره اللي في الجامعه، عشان برضو طبعا في فرق خبرات وسن، فهيبقى الدنيا ابسط بكتير من الشكل المتعارف عليه. لكن مور اور ليس هو المفروض مطلوب منكم شكل من اشكال الليتريتشر ريفيو، ممكن يسموه اكاديميك اسي ايا كان يعني. بس هنعرف يعني literature review دي ممكن نسميها على البروسيس نفسها او المنتج النهائي. البروسيس دي ان انا بقول بريفيو literature، يعني انا بعمل examination او بدور على اللي اتعمل في العلم قبل كده في topic معين اللي انا شغال فيه او انا مختاره او اختاره لي. البرودكت نفسه اللي هو literature review ده، ما بنقول بقى الدوكيمنتس او البيبر بتاعتنا او البحث اللي خلاص عملت فيه الديسكريبشن وحللت فيه وكتبت كل اللي انا يعني عايزه في البارتيكولر توبيك او في الاريا اوف ستادي اللي برضو انا مختارها.
مهم نعرف ان احنا مش بندور وبنعمل كده، هو بنجيب حته من هنا على حته من هنا وبعدين نحط والحمد لله كملنا 5 6 صفحات بتوع البحث ويلا. لا، احنا عايزين نعمل حاجه جيده، مش هقول حاجه واو بس حاجه جيده، فلازم يبقى في يعني زي تسلسل منطقي، كانك بتحكي قصه او في حاجه بتسلم حاجه بتسلسل منطقي، فده يستحسن نراعيه بطريقه مبسطه مش هتبقى صعبه عليكم ان شاء الله، عشان معظم الحاجات اللي هتدوروا فيها بيبقى ليها برضو تسلسل المنطقي، فانت لو بصيت على كذا باترن كده دماغك هتلقط الفكره ازاي بنعمل التسلسل المنطقي ده. بالنسبه برضو للليتريتشر ريفيو دي بالنسبه لنا بنعمل فيها 3 حاجات، ان انا بدور هعمل ريسيرش، ان انا بعمل كريتيكال ابريزل مش هقول نقد بس هقول ان هو بربط الحاجه ببعضها، جبت من هنا دي بعدها كده بعدها كده وبكتب. فالريسيرش بتاعي ان انا بديسكفر ايه المكتوب او ايه الموجود عن التوبيك اللي انا بدور عليه، بعد كده هم بشوف الريليشنز وبربط الدنيا ببعض بشكل منطقي في الكريتيكال ابريزل، بعد كده بكتبه بطريقتي انا وناخد بالنا من نقطة طريقتي دي. طيب انا قلت توبيك واحد في كل كوريكلم، المفروض ان كل ماده منزل لكم 5 مواضيع هتختاروا منها موضوع في الماده دي، في ناس واخده ليست اطول، في ناس هم راحوا اساين كده المجموعه دي هتاخد ده، يعني ايا كان كل جامعه وليها نظامها، بس المفروض كل واحد يعني هياخد توبيك واحد في الماده الواحده. هما مقترحين كان من الاعلام بتاع الوزاره نفسه ان انتم ممكن تستخدموا كتب الماده، ممكن تستخدموا الانترنت، الاي كي بي او الايجيبشن نوليدج بانك، التكست بوكس اللي هي الكتب التكست الاجنبي، ساينتفك جورنالز او البريوديكالز، اي ايا كان، يعني كل المصادر دي متاحه ان انتم تستخدموها والحمد لله كلها هتبقى عندكم اونلاين، على اساس ان ما يبقاش فيه تعب او احتياج ان انتم تروحوا وتجيبوها من اي مصدر. هنا في جامعة قناة السويس احنا عاملين assignment template للجامعة، ده شكله انه في عنوان البحث، ممكن صورة معبرة عن الموضوع، البيانات الأساسية والبيانات بتاعة البحث، وعاملين يعني زي حد للكلمات في كل حاجة. انا شفت هنا الحد الكلمات قليل، في ناس كليات طالبين منهم من 10 ل 15 صفحة، يعني كتير ده شوية، بس أيا كان هتمشي على نفس المنهاج اللي احنا بنتكلم عليه أيا كان المتطلب اللي قايلينه ليك في كليتك. البيزك انفورميشن او البيانات الاساسيه دي طبعا بياناتك انت الاساسيه، الاسم والرقم القومي رقم الجلوس، الحاجات دي كلها سهله ان انت تملاها وهتبقى اسهل حاجه تملاها في الموضوع ده كله. الريسيرش انفورميشن اللي هي بيانات البحث نفسه، في برضو اما سالت لقيت كليات مزوده شويه في الايتمز، في كليات ما عندهاش كل الايتمز، يعني برضو اللي فيه اجماع ان انا هيبقى مطلوب مني عنوان، العنوان ممكن يكون هو نفسه اللي انت اخترته او بيقول لك اعمل زي يعني موديفيكيشن او جود شويه انت، يعني تحط كده اسم له علاقه بالموضوع من اختيارك انت، ده برضو عملوا كده مع الابحاث بتاعت المدارس. هتعمل مقدمه وهتعمل المين بودي او المتن نفسه، وهتعمل كونكلوجن او زي استنتاج، وهتكتب المصادر اللي انت جبت منها المعلومات اللي في كل البحث. زي ما قلنا برضو اللانجوج او اللغه هتبقى تبع الماده بتاعتك، في مواد حتى احنا الكليات الطبيه ممكن حاجات معرفش اختياريه او حاجات بتدرس بالعربي، ايا كانت انت هتبع الماده بتدرس عندك بايه هتعملها، ومعظم المواد عندنا انجلش فهيبقى mostly انجلش. اخر حاجه في الريكويرمنتس اللي هو انت هتتفادى البلاجيريزم او الاقتباس، وده هنقوله بالتفصيل في الاخر ازاي نحاول نتفادى موضوع الاقتباس ويعني ايه اقتباس اصلا. فدي الحاجات المعلنه اللي طلع في اول ما قالوا ان مطلوب منكم ابحاث، والجامعات ابتدت عملت بقى المجالس والاجتماعات، طلعوا بالريكويرمنتس دي، ودي غالبا في كل الجامعات يعني هي اساسيه، في حاجات بتقل بتزيد بس ده راوند الموضوع ده. طيب احنا المهم عندنا احنا يعني زي ما قلنا جداد بالنسبه لنا في موضوع السيرش بتاع الحاجات العلميه، احنا عادة زي ما هتشوفوا كده بناخد الحاجة هو جوجل سيد الموقف بالنسبة لنا في كل حاجة، بس جوجل مش هيسد معانا قوي في الموضوع ده. طيب احنا دلوقتي مثلا مادة زي البايوكيمستري موجودة ممكن يدوك 5 توبكس من دول تختارهم، انا لو عايزة سيرش او ابدأ ادور في موضوع الـ RNA splicing دول، طبعا انت هتاخد الموضوع وهتروح حاطه في جوجل، ده مش صح مبدئيا، ده مش السورس المطلوب ان احنا نعمله. ليه؟
اول حاجه بتطلع لك عاده اللي هو الويكيبيديا. الويكيبيديا مشكلته ان اي حد بيعمل اديت فيه، اي حد بيضيف فيه معلومات ممكن ما تبقاش مظبوطه، مش بيعتبر ان هو مصدر موثوق منه في نعتمد عليه يعني في الحاجات العلميه. فدون ما ينفعش. برضو هتلاقي حاجات مثلا طالع لك فيديوهات، الفيديوهات مش هينفع تحطها كمصدر، ممكن تفيدك ان انت تفهم الموضوع بشكل اوضح شوية، فممكن ده يبقى استخدام ليها، لكن مش هتستخدم برضو كمصدر. هنا ممكن هنلاقي مصادر اللي هو جورنالز فعلا من اللي احنا هنعملها، ومن هندور عليها في السايتس اللي هي الساينتفك هنلاقيها، وفي حاجات ويب سايتس مش عارفين مصدرها ايه، مش بقول انها غلط بس مش عارفين مصدرها، ممكن تبقى صح او ممكن تبقى غلط، بس ما يحبس ان احنا نستخدمها برضو كمصادر. فهنلاقي هنا جوجل فيه سمك لبن، تمر هندي، حاجات مختلفة، حاجات مش متأكدين منها. فعشان يعني اللخبطة دي احنا محتاجين نعتمد على مصادر موثوق فيها، وحاجات بقى دي بيستخدمها الناس في مجال الساينس او مجال العلم نفسه، وليس السيرش العادي زي اي حد. لو قلنا ان الحاجات التوب ميديكال داتابيز ممكن هنستخدمها، اول حاجه عندنا الباب ميد. باب ميد ده فوق في فوق 28 مليون ارتكل في المواضيع الميديسن بشكل عام. دي الكريتيريا بتاعته، بيدينا في ايه وما فيهوش ايه، في ابستراكت، في ريليتد ارتكل بتبقى على جنب، يعني ده الانترفيس بتاعه بشكل او باخر. لما تحط الكلمه اللي انت عايزها في السيرش هنا هيطلع لك حاجات كتيره في التوبيك اللي انت عايزه، ومقالات كتير تقدر تعتمد عليها. في الام بيز ده برضو ممكن في اوفر 38 مليون ارتكل ممكن تستخدمه برضو في الميديسن. الكوكرين لايبرري ده برضو في حاجات ريفيو ارتكلز بالذات كتيره، وفي المجموعات نفسها اللي هي ريفيو جروبس دي يعني على طول انتاجها بتطلعه على الويب سايت ده، فممكن كمان يفيدك لو عاملين ريفيو في نفس الموضوع اللي انت بتشوفه، يعني تشوف هم بيفكروا ازاي او الطرق ازاي الكتابه في الموضوع ده، لكن مش هننقش منهم او مش هناخد اللي هم كاتبينه، بس هيدوك فكره يعني افكار تشتغل قريب منها او تبني عليها ايا كان. في برضو الباب ميد سنترال دون، ده ويب سايت معروف بالنسبه للميديكال ديسيبلينز، برضو ممكن يستخدم والسيرش فيه في فوق 5 مليون ارتكل، كل ده كميات كبيره، وبيعمل اكسبورت فورمات مختلفه، كلهم بيعمل فيهم اوبشنز كتيره كويسه. واخر حاجه الاب تو ديت، الاب تو ديت ده برضو الانترفيس بتاعه سهل خالص، وبيحس ان هو يعني اقلهم كلكعه في الموضوع، وبيبقى فيه معلومات كويسه ايا كان، برضو ممكن يعني تشوفوا فيه. هي المشكله ان اب تو ديت بيبقى بيد، بيحتاج دفع يعني، بيبقى حاجات ليميتد اللي او في حاجات يعني بتبقى مفتوحه، وفي حاجات بتبقى محتاجه دفع. طيب احنا عندنا ريسورس بقى مهم خالص بالايميل الاكاديمي، اللي هو احنا اي طالب في الكليات المصريه ممكن يعمله، اللي هو الايميل الانستيتيوشنال بتاعنا اللي هو .edu.eg. دون فيه ان انت يبقى ليك اكونت على بنك المعرفه المصري او الاي كي بي، بحيث ان انت هتخش على الداتابيز كلها ببلاش، وعندك ريسورسز كتيره تقدر تاخد منها يعني اللي انت عايزه، ومصادر كويسه. هتخش على اللي هو البوابة بتاعة الـ University Professor والـ Student بالإيميل بتاعه، هتعمل في توتوريال ممكن تشوفه إزاي أصلاً الخدمات دي إيه، وإيه عبارة عن إيه الـ AKB، بحيث تبقى familiar بالموضوع كله. بتدخل هنا لو أنت ليك أكاونت أوريدي أو عايز تعمل من البوابة دي، أو ما دخلت بعد كده هون بتشوف ممكن كلمة sources فوق، وتختار الـ English sources دي، هيديك بقى حاجات كتيرة. برضو تحت في الصفحة الأساسية في حاجات اوبشنز كده، لو اخترت ميديكال مثلا هيطلع لك حاجات كتير في الميديسن ممكن تدور فيها، بس عادة من السورسز لما عملنا الانجليش سورسز دي هيفتح عندنا مثلا صفحة فيها اوبشنز كتيرة. لو دوست مثلا على Elsevier هنا هيطلع لنا ليست كده، وان سي مثلا عايزين نفتح ساينس دايركت، دي مشهورة عندنا بنستخدمها برضو في الميديسن كتير. هنا في الساينس دايركت هكتب RNA splicing بتاعتي دي، طلع لي هنا هو
106 و656 106 ألف يعني و656 ريزلت على الار ان اي سبلايسنج دون في بالسنين عندنا هنا هو من 2021 لحد يعني كل ده بالترتيب الاعلى الاحدث فابعد فابعد في ريفيو ارتكل في قايل لك ريسيرش ارتكل في معلم لك هنا الكلمه اللي انت عملت سيرش فيها فكويسه جدا ان انت تلاقي بسهوله وحاجات نستخدمها مش مخالفة للقانون عشان في ويب سايتس تانية ممكن للساينس برضو الحاجات الساينتفك تدخلها بس دي مش ليجل يعني مع يعني نستخدم الليجل بدل نقدر نجيب الايميل الاكاديمي بتاعنا ندور بيه وسهلة. برضو في حاجة تانية هنا هو كلاريفيت اناليتكس هنا هو لو شفنا في الويب اوف ساينس دون دخلنا عليه حطينا برضو الار ان اي سبايسنج هنلاقي كلمة يعني 38174 ارتكل كميات كبيرة جدا من الارتكلز الموجودة اللي نقدر نعتمد يعني ناخد منها داتا وبعد كده نكتبها بطريقتنا او تدينا افكار كتيرة عن كتابة الموضوع اللي احنا عايزينه. بالنسبة للفارماسيوتيكال داتابيز عندنا في كيمستري داتابيز موجودة دي مش هنقعد يعني اللي منشن دي أساميها ممكن بعد كده من البرزنتيشن هتبقى موجودة تاخد اسم الداتابيز وتخش عليها. في دراج انفورميشن برضو داتابيز في بيولوجي لتريتشر داتابيز في ايه تاني في اللي هو كلينيكال هيلث ساينس ريتشر داتا بيس في حاجات بيبقى ده يعني ممكن هتلاقي فيها حاجات فارماسيوتيكال وميديسين الاثنين كده منها جوجل سكولر في على جوجل لو الناس بتحبه قوي يعني ونفسها تستخدم جوجل ممكن يستخدم جوجل سكولر ده زي سيرش انجن خاص بالحاجات الساينتفك تحديدا مش هيطلع لك موضوع السمك لبن تمر هندي اللي كنا بنقول عليه ده هيطلع لك حاجات خاصه بال قصدي بالساينس بس مش هيطلع لي فيديوهات مش هيطلع لي ويب سايت مش هيطلع لي حاجات بره حاجات الساينتفك دي برضو ويب سايتس تانية الباب ميد قلنا عليه والامبس وقلنا الكلام ده في هيربال داتا بيز للناتشورال ميديسين الفايتوكيميكال حاجات مختلفه يعني ان انتوا تستخدموها اي حاجه ممكن تيجي في دماغنا يبقى ليها داتا بيز دلوقتي نستخدمها فيه. فاحنا هنا لو شفنا السيرشنج بروسيس بتاعتي انا هعمل ايدنتيفاي كي كونسبت وترم انا مثلا هنا كان عندي موضوع ار ان اي سبلايسنج اند ديزيز قررت اخد الكي وورد الار ان اي سبلايسنج دي وادور بيها ادور بيها فين شفت الريليفنت داتا بيز عندي والريسورسز اللي انا هدور فيها وحطيتها فيها وطلع لي في حاجه اسمها سيرش تيرم وحاجات بوليان اوبريتور دي ممكن تبقى الناس منكم بتستخدمها وفي اعلى يعني بنحط اند واور وبنستخدم حاجات في الفلترز كده وان عشان تظبط لنا النتيجه دي يعني لو انتم مزنوقين مش لازم دلوقتي تعرفوها مع انها بسيطه يعني بس دي هتخليك اكثر تحديدا في التوبيك اللي انت فيه. بعمل السيرش بتاعي طبعا في سيلكتد ريسورسز بعد كده هو باخد اللي انا عايزه وبريفاين السيرش عشان هتلاقي كمية اهو الافات من البيبرز فانا بحاول اخد اكثرهم قربا للي انا عايزه وبعد كده كمان كل شوية هقلل اما ابص بصة سريعة على الابستراكت او الكونتنت المكتوب جوه. فدي السيرش بروسيس بتاعتنا ويا رب كده تكون واضحة انا هدور فين وهدور ازاي و يعني هبدأ منين السيرش بتاعي. نشوف بعد كده اللي هي البلانينج بروسيس. البلانينج بروسيس دي ان انا بخطط بخطط ده ممكن ابتديها طبعا من قبل السيرش بس انا عارفه ان السيرش ده حاجه ادور فين الناس كلها بتسال ادور فين فحبيت ابتدي بيها. احنا هنا لو اخترنا يعني في مواضيع كتيره ممكن الناس بتختار منها وتصوري ان في بعض الاقسام او بعض الكليات حطت حاجات خاصه بالكوفيد 19 وكده فانا بالنسبه لي هشوف الابروتش تبع اللي هستخدمه في الليتريتشر بتاعتي او في البحث بناء على العنوان ممكن استخدم حاجات خاصه بالسيم سيم دي يعني عندي مثلا مرض وهقسمه التايب بتاعه كده وهتكلم تحت النوع على ممكن نقط معينه وبرده بالنوع تاني نقط معينه بقسمه يعني توبكس وسب توبكس كده ممكن ودي اكتر حاجه مستخدمه في ميثودولوجي لو انا بقارن بين ميثودز معينه مثلا للديتكشن بتاعت ديسيز معين او للدايكنوسس بتاع حاجه معينه الانواع حتى
الاشاعات بين الام ار اي والسي تي وكده، هو دي حاجات خاصه بالميثودولوجي، وحاجات بالكرونولوجي اللي هو الهيستوريكال تشينج اللي حصلت، حاجه هاخدها بترتيب من الاقدم للاحدث او الاحدث للاقدم. لو قال لك مثلا اتكلمني عن البانديمكس اللي حصلت في التاريخ في تاريخنا المعاصر مثلا او في التاريخ الحالي، دي هتبقى حاجه كرونولوجيكال وهتمشي بيها بالتايم لاين وكده. انت بتظبط من الاول تبع العنوان اللي انت مختاره او المطلوب منك، انا همشي بالابروتش بتاعي سيماتيك ولا الميثودولوجيكال ولا كرونولوجيكال، دي اول حاجه بخطط لها. الاستراتيجي بتاعتي انا بشوف الريليفنت داتابيس بتاعتي بناء على الموضوع، بسيرش الانترنت ويز كوشن، ناخد بالنا زي ما قلنا الانترنت مش اي حاجه ناخدها منها، بحدد وقت انا هدور مثلا هقعد يومين ثلاثه ادور، عشان انت لو دورت انا بقول لك الافات موجوده ويب سايتس قد كده، ببقى حدد انا مثلا يومين ثلاثه هدور في الحاجات دي، وبعد كده هبدا بقى اخش المرحله اللي بعد كده، لازم احط لي تايم لاين. برضو ممكن اعمل ريكورد واحط كي ووردز واسجل الخطوات اللي انا فكرت فيها دي اول باول، هتريحني وتخليني افكر انا مشيت ازاي، عشان لو حد عنده زهايمر زي حالتنا كلنا كده هو بينسى اصلا هو عمل ايه من شويه، فالريكورد ده هيبقى كويس. ممكن استخدم ليميتس وفلتر زي ما كنا بنتكلم من شويه، اشوف الليتريتشر ريفيو اللي هي الحاليه واخد منها افكار برضو، او استخدم الريفرنس الموجوده فيها توصلني لحاجات انا عايزه ادور عليها ما كنتش لاقيها، بدل هي في موضوع مشابه. بحاول انا الحاجات اللي بدور فيها بتبقى بالكتير لعشر سنين سابقه، يعني من 5 ل 10 سنين، عشان تبقى حاجه حديثه نوعا ما. اقدم من كده احنا بنتكلم العلم دلوقتي ماشي بسرعه الصاروخ، اقدم من 10 سنين ممكن تلاقي المعطيات دلوقتي والحاجات اتغيرت، فناخد بالنا من النقطه دي. طيب انا مرحله السيرش دي برضو او اللي بدور بقرا قراءه سريعه، بشوف مثلا الابستراكت ده اللي هو ملخص ده بعدي عليه كده سريع، بشوف هي في الحاجات اللي انا عايزاها ولا لا، بشوف برضو الساعات ممكن اشوف اكتر الناس تشوف المقدمه، بس مش لازم، انا ممكن لو شفت التايتل والابستراكت والكونكلوجن يبقوا بالنسبة لي كفاية، لكن في ناس ممكن تحب تفحص شوية أو تقرأ قراية سريعة لكل البيبر، بتشوف مثلا الهيدنج والسب هيدنج بالنسبة لها مهمة عشان تحاول تعمل تصور في دماغها، بتشوف من التوبيك والسب توبكس الموجودة في المين بادي دي، أو يعني تشوف أول كلمة في كل أول سطر ولا إيه في كل باراجراف ممكن يديها فكرة. في الشغل اللي بيتعمل في المعمل بيبقى في حاجة اسمها ديسكشن، ديسكشن ده بيناقش بين الشغل اللي عمله هو والشغل اللي عمله غيره، مش هتبقى بالنسبه لكم انتم مفيده الحته دي قوي، الكونكلوجن ده بيبقى مفيد جدا اللي اعرف طلع بايه بقى من البيبر دي او من الشغل ده. برضو وانا بسيرش او كده هو ما تفتكرش ان اي حاجه فيها ار ان اي سبلايس وكل الالفات دي هتبقى ريليتد ليا، لا انا بعمل بعد كده ايفالويشن، في حاجات هتطلع هعلم عليها انها امبورتنت دي معايا وهاخدها وريليتد لشغلي او كده، هو في حاجات يعني من ده على ده، لا مش بنفس القوه بتاعت الاولى، في حاجات بوردر لاين لا معظمها يعني معظم اللي فيها مش ليها حته صغيره بس اللي اقدر اخدها منها، وفي حاجات العنوان كان خادع او هي محطوطه في الكاتيجوري ده بشكل مش مظبوط، بحيث ان هي irrelevant خالص وهستبعدها، دي برضو ممكن حاجات في البلاننج يعني بعملها وانا بمشي تخليني اقدر يعني كل شويه ابقى محدد اكتر. زي مثلا هنا برضو ممكن اعمل الداتابيس بتاعتي بحيث حتى هنا البيبرز، انا مثلا رسيت ان انا هعمل في 6 7 بيبرز هاخد منهم، بحط الاوثر بحط التايتل السبجكت، لو انا كده هو هنا في نقط عايزه يعني احطها كده هو عشان افتكر البيبر دي كان فيها ايه او انا مهتم بيها الايه، والايفالويشن هو بحط امبورتنت ولا بوردر لاين ولا ايا كانت، عشان برضو اما ارجع لها تاني ابقى عارف مين هاخده ومين مش هاخده او مين هاخد منه ايه. النوتس مهمة برضو، لو انا بشوف كده هو بستخدم
يعني بحط حاجات في المارجن بتاعي، المارجن ده ممكن يبقى اونلاين مش لازم كتابة، فممكن هيفيدني عشان مش كل شوية ارجع وافتكر من الاول ولا اقرا من الاول. الحاجات دي هتساعدني ان انا اعمل اناليسز وكونكشن اكتر، ممكن استخدم سبريد شيتس واكسل ان انا افكر بيهم برضو بنفس طريقة الداتابيس دي، ان انا احط فيها يعني زي كل حاجة انا عملت سيرش فيها وقررت انها تبقى معايا احط كده، هو انا اقسمها بحيث يبقى سهل بعد كده اخد منها، وبرضو ان انا احط الاسر والير والحاجات دي هتفيدني بعد كده في كتابة الريفرنس، مش وهتسهل لي كتير. الترتيب ده هيخليني هيسهل لي بعد كده حاجات كتيرة. في ناس ممكن تحب بقى تعمل زي ايه، كونسبت ماب، او اللي هي زي دايجرام كده، هو ومقسم بقى افكاره بحيث طريقة الكتابة اللي هيكتبها منها دي كويسة، دي برضو حاجة كويسة ممكن تخليه يوصل للاستنتاجات او يربط الحاجات بطريقة ظريفة هو بمعرفته، ودي بتبقى بنسميها مرحلة السينسز، او هو دلوقتي اللي بيربط الدنيا بطريقته وبيفكر، مش مجرد ان هو قاعد بياخد الحاجات وبيحطها بس كده عنده. دي البلانينج بروسيس، كذا طريقة ممكن تساعدني ان انا اخطط لطريقة تفكيري، طريقة السيرش بتاعتي، طريقة كتابتي بعد كده، حاجات ميسلينيس كده. بعد كده الرايتنج بروسيس، ودي من الحاجات اللي هي بالنسبة لنا كريتيكال. أنا literature review بتاعتي اللي شايفاها في البحث هنا الـ average بين الجامعات هتبقى من 5 لـ7 صفحات، ممكن تبقى أقل ممكن تبقى أكتر زي ما قلت لكم، أيا كانت يعني لو مشينا على السكيم دون. أنا عايز العنوان، عايز abstract، abstract ده اسمه مستخلص، بيبقى باراجراف كده هو 250 كلمة تقريبا، ممكن يبقى فيه زي لامم كده الجزء من الانترودكشن على جزء من الكاب بونت في المين بادي والكونكلوجن في الآخر، بيبقى بنسميه ده المستخلص، بيبقى صغير وان باراجراف. الانترودكشن تبقى صفحة مش أكتر، وهنشوف الانترودكشن بتكتب فيها إيه. المين بادي اللي هو الماتت نفسه او الموضوع نفسه ممكن يبقى من 3 لـ4 صفحات، وهنحتاج نعمل فيه توبكس وسب توبكس عشان يبقى طريقته منظمه، مش كله كده كتابه داخله على بعضه. واخر حاجه الريفرنس او المصادر اللي انا الكونكلوجن ولا ايه الاول، صح، اللي هو الانبوت بتاعي انا بطلع استنتاج بالنسبه لي من الكلام اللي انا قريته دون، والريفرنس ان انا اكتبها في الكوريكت فورمات زي ما احنا هنشوف ازاي نعمل كوريكت فورمات. الانترودكشن دي بيبقى تمهيد للغرض من الريفيو اللي انا عامله دون، بتكلم بشكل عام على البروبلم او الديزيز او ايا كانت اللي انا بتكلم عنه، بيبقى فيها طبعا الكي سيرش تيرم، ممكن بتديني زي اطار كده اللي انا هكتب فيه. لو ادينا اكزامبل هنا للرايتنج بروسيس بتاع في الانترودكشن، سي انا عايزه اتكلم على الجينيتكس بتاعت الزهايمر ديزيز، فانا الانترودكشن بتاعتي عندي ديزيز وعندي جيناتكس، وفي الاخر هحط الراشونال او انا بربطهم ببعض. فهنا لو جينا مثلا هكتب ايه في المرض نفسه، هقول ايه هو المرض ده، تعريف المرض ده عباره عن ايه، لو في منه انواع، البريفلنس والانسيدنس والحاجات الاحصائيه دي بتبقى مهمه ان انا اكتبها سواء على مستوى العالم، ويا ريت لو في حاجات في مصر كمان، موجوده في جندر اكتر من التاني، موجوده في ريس اكتر من التاني، في سن مختلف عن التاني، وهكذا. كل الحاجات دي بتبقى كويس ان انا اكتبها عن المرض، ولو في طبعا كوزز او ريسك فاكتورز بتبقى مهمه، فدي ممكن اكتب الحاجات دي في المرض. اجي اكتب في الجينيتكس مثلا اقول تايب اوف اتوماتكس موجوده في الزهايمر، الجين دي الفانكشن بتاعتها في الديز ايه، ده ممكن اكتبه طبعا، فمدخل يبقى كويس. الراشونال بتاعي بقى انا مثلا بعد ما خلاص شرحت المرض وشرحت سي الجيناتيك بيسز بتاعته دي، او مش شرحت يعني قلت ده ليهم، واقول بقى الراشونال انا من السابق ذكره قبل، انا دلوقتي هديسكرايب الجيناتيك بيز بتاعت الزهايمر ديزيز نظرا لاهميه الديزيز وعلاقته بالجينز وكده، هو انا هلايت الجيناتيك ريسك فاكتورز اللي موجوده في الزهايمر ديزيز. الراشونال بتاعي ان انا شايف ان الموضوع المرتبط الديزيز مرتبط بجزء الجينيتكس، فانا عايز اعمل هايلايت في الموضوع ده عشان الناس تستفيد وتبقى اوير بيه او عارفاه اكتر. ده الانترودكشن، وده يعني هيبقى صفحه مش هنعمل فيه اكتر من كده، كل يعني هتبقى 3 4 باراجرافات بالكتير. نخش بقى على المين بودي. المين بودي زي ما قلنا ممكن تبقى 3 4 6 8، ده تبع العدد يعني مش حاجه فيكسد،
تبع المطلوب في من كل جامعه، زي ما اكدنا ان يبقى فيه توبكس وسب توبكس، يبقى فيه اورجانيزيشنال برينسيبل. يعني انا مقسم في دماغي زي ما كنت بقول لكم الكونسبت ماب من شويه او الليتريتشر ماب دي، يستحسن يبقى عندي ماب في دماغي او تصور انا هكتب ازاي. هنا مثلا ده الجزء زي ما كنا بنتكلم على الجين والالزهايمر ديزيز، انا هاخد مثلا هقول الايرلي اونست الالزهايمر ديزيز بيبقى سببه او معاه يعني مشكله في كذا وكذا وكذا، والليت اونست هيبقى معاه مشكله في كذا وكذا وكذا، وهشرح كل واحده من دول وتحتها يعني ديتيلز، وهقول الميثودز بتاعت، ممكن ازود كمان في الليترشر بتاعتي الميثودز بتاعت الجينيتك تيستينج في الالزهايمر ديزيز، ويبقى دون ليترشر يعني او جزء المين بودي محترم كده. هو كتبت حاجات كتيره مفيده في الموضوع ده. طبعا انا بقول ان انا بقسمها سيم وكاتيجوري زي ما قلنا، ولو هي حاجه كرونولوجيكال او بتايم لاين اخد بالي انها تبقى كده، لو حاجه ميثودولوجي باخد بالي برضو ان انا اشرح كل ميثود على حده، وايه الادفانتج بتاع الدون وايه الديس ادفانتج، يعني تبع نوع برضو الـ او الابروتش زي ما قلنا بتاع الليتريتشر بتاعتي او البحث بتاعي. انا يعني اخد بالي ان انا ببتدي بقول البيج بيكتشر كده، هو زي ما قلت مثلا الالزهايمر ديزيز نفسه والجينز كده، هتكلم كجنرال، بعد كده هتكلم على الانواع الكبيره، بعد كده هخش على الازهر من دي، يعني باخد الترتيب عشان القارئ ينزل معايا، بياخد صوره كبيره وبعد كده نضيق وبعد كده نضيق، عشان ما يتخضش مننا فجاه ما يلاقيني في حته كده ما اعرفش جاب منين. الجزء بتاع الكونكلوجن ده مهم قوي، ده بقى الفايننج بتاعتي انا عايزه اربط. انا شفت كده هو ان مثلا ممكن يبقى استنتاجي حاجه زي بتاعت الالزهايمر، ان انا كده هو شايف في دور للجينز كبير في الموضوع ده، فلازم الناس اللي عندهم مثلا تاريخ مرضي في العيله في الموضوع ده، فلازم يعملوا انفستيجيشن كذا وكذا وكذا من جيناتيك ميثودز مثلا اللي انا قلتها. يعني حاجه بتاعك حاجه ممكن تبقى يعني قبيلة استنتجتها من الكلام اللي انت كتبته، ولازم ده طبعا جزء خاص بيك، ده ما بيبقالوش ريفرنس، ما بيبقالوش حاجات، ده انا الكونكلوجن ده بتاعي انا طلعته من تفكيري في الموضوع واللي انا عملته. في الشغل التاني بتاع اللي فيه لاب وورك او كده، ممكن بجزء الكونكلوجن ده بيخلينا بقى نكمل ونبدا ريسيرش تاني منه، او حتى ممكن لتريتشر مش اوريجينال ريسيرش يعني بتاع اللاب، ممكن الكونكلوجن بتاع حد ده او طلع بيه من البحث يخليني انا ابدا بيه بحث تاني، بدل هو لقى حتت كده محتاجين نعملها او حاجه هو بيكومند ممكن ابدا فيه، بس ده ملناش دعوه بيه معاكم في الحاله بتاعتكم. فهنا لو رجعنا تاني للرايتنج بروسيس بتاعتنا، انا لازم يبقى عندي ستراكشر، لازم يبقى عندي اوتلاين، لو في حاجه ممكن كلاسترز او كومباريزونز اعملها، افويد لونج اند كونفيوزنج ووردز جارجون، يعني ما احبش استخدم الكلمات الكبيره المكلكعه. احنا عندنا طب وصيدله والفيت والدنتستري والعلوم عندنا كلام كتير مكلكع خلقه، ما يبقاش كمان الكلام الانجليش اللي بنستخدمه فيه كلكعه وفيه لغه صعبه. حاول على قد ما تقدر يبقى اللغة سهلة ومفهومة، استخدم short sentence عشان كل ما السنتنس هتطول هيبقى فيها أخطاء وهيبقى في صعوبة في فهمها، اخد بالي من السبيلنج والجرامر عشان ده هيخلي الدكاترة تقتل نفسها ما تيجي تصحح البحث أنا متأكدة. هشوف ابقى عندي اللي هي الكونتنتس بتاعتي صح، الانترودكشن والمين بودي والكونكلوجن، دول الأساسيين، ما اقدرش يبقى في عندي بحث غير ما يبقى فيه الثلاثة ايتمز دول. ابعد بقى عن ايه؟ ابعد عن الفول سيبفيكيشن والميس ريبريزنتيشن، مش عايزين اي شكل من الاشكال ان انا حاجه تبقى غلط يا جماعه، او افبرك حاجه، احط حاجه مش يعني حاجه مش صح، حاجه مش موجوده، يعني ده كلها حاجات مش صح علميا، ان انا افبرك كلام او احط كلام على مزاجي، ان انا اعمل سايتيشنز مختلفه. في بعض الناس بتعمل سايتيشنز عشان تزود الريفرنسز مثلا عندها، تحط حاجات كده هو ريليتد للموضوع من سواء من بعيد او من قريب، بس هي ما استخدمتهاش في الكلام ده مش صح. ممكن كمان يجيب ريفرنس احدث وهو ما جابش منه عشان يبقى شكله حديث. في اشكال كتيره للموضوع ده يعني، والدكاتره بيبقوا عارفينها على فكره. البلاجيريزم واللي هو الاقتباس، واللي هو دون بقى اللي محذرينكم منه، معنى او تعريف كلمه اقتباس ده ان انا استيل
and pass of ideas or words of another as one's own. يعني أنا باخد الأفكار أو الكلمات بتاعت حد تاني وبسيبها لنفسي. ده حاجة يعني في بعض الدول كمان مجرمين الموضوع دون وبيحبسوا الناس بسببه. لازم أنا أخد بالي إن ما ينفعش إن حاجة scientific إن أنا أعمل فيها العملة دي. لازم أديفولب أنا النولج بتاعتي وأكتب بطريقتي. ال common ways that student plagiarize يعني الحاجات اللي دايما ال student بيفتكروها ممكن تبقى عادي بس هي دي تعتبر plagiarism. handing in an essay that you didn't write ممكن حد من زمايلك كاتبها أو نزلتها زي ما كان المدرسة بقى مدارس البحث بتاع المدارس دوم بيروح منزل كده هو البحث سنة أولى بحث سنة تانية كل الناس عاملين زي بعض وقاعدين بيبعتوا. ده أول حاجة شكل ما ينفعش إن أنت تجيب حاجة كده وتسلمها أو حد تاني يعملها لك وتعملها. إن أنت تكوبي word or ideas from someone else's work without giving credit ممكن خدتها وكريدت وعملت citation زي ما هنقول كده هو الدنيا تمشي. ممكن برضو لو انت واخد الكلام زي ما هو ما غيرتش فيه حاجه ما حطيتوش بين كوتيشن مارك ده تعتبر برضو من حاجات البلاجيريزم وده ما ينفعش ان تستخدمه كتير. ده بتبقى حاجه بسيطه حد هيروح قايل لي طب ما انا احط كله بين كوتيشن مارك واكتب الريفرنس وخلصنا كده لا مش هينفع الكلام ده. giving incorrect information about the source of a quotation المفروض يعني كتبت ريفرنس مختلف مش صح لأي سبب برضو عشان تحدثه عشان معرفش أي سبب جه في دماغك إن أنت عايز تخلي الريفرنس ده هو تحطه مكان الحقيقي ده برضو نوع منه. copy sentence structure but changing words around without giving credit يعني خدت أهي الجملة أو الباراجراف وغيرت كلمة هنا وكلمة هنا كده بحيث ظبطته من غير ما تكتب اللي هي citation ده مشكلة برضو. copying so many words or ideas from a source that makes up the majority of your work whether you give credit or no يعني أنت عجبتك البيبر دي هايلة مكتوبة حلو فرحت واخدها وغيرت الكلمات وغيرت بتاع كده هو وكتبت السيتيشن وكل حاجة بس معظم شغلك كأنك انت خدت دي غيرت فيها الكلمات وكتبته في الريفرنس بس ده شغله انت مجرد غيرت بتاع وقلت ان انت واخده فده ما ينفعش ده برضو مش accepted. فانت ما ينفعش تاخد من حد كمية معلومات كبيرة عشان كده لازم بندور في sources كتيرة وبناخد من هنا وبناخد من هنا دي حتة على دي حتة وابدأ اعمل انا بنفسي برضو الفكر بتاعي او الشغل بتاعي عشان avoid the plagiarism. غير ان انا طبعا اول حاجة هكتب بطريقتي انا بشوف ممكن بعد ما كتبت بطريقتي عشان عايزه اتاكد بستخدم اونلاين تولز عشان اتشيك البلاجيريزم ده واتاكد ان انا ظبطت الدنيا وبرده ان انا بحط اللينكس والسيتيشنز للمصادر المعلومات اللي انا جبتها دي في مكان الريفرنس صح فدي ناخد بالنا منها. هنا مثلا عندي بلاجيريزم شيكر داون جرامرلي يعني الحاجات عامه اللي هي كلها اونلاين فري مش دقيقه قوي بس بشكل يعني غير اللي هيستخدمها في الجامعه بيستخدموا ايثنتيكيت داون ده دقيق دول بيبقوا متساهلين شويه يعني داون انا حطيت باراجراف زي ما جبته كده هو من بيبر وحطيته عمل لي ان هو 8 او زي 80% داون فاوند سيجنيفيكانت بلاجيريزم 8 رايتنج ايشوز موجوده فيه فدون طبعا يعني يسقطك مستريح لو طلع لك حاجه زي كده فده خد بالك ان هم هيعملوا بحاجات كمان سوفيستيكيتد عن كده. دي سورسز للبلاجيريزم شيكر برامج يعني موجوده اونلاين ممكن تستخدموها تجربوها وتشوفوا فكره البلاجيريزم ده بيتعمل ازاي برضو عشان تبقوا فاهمين اكتر حاجه عشان يعني تتفادى البلاجيريزم دون ان انت الباراجراف او الجزء اللي انت واخده من بيبر اولا ما تاخدش كميه كبيره من بيبر واحده بتاخد من مصادر متعدده الجزء اللي هتاخده تكتبه بطريقتك مهم قوي تكتبه بطريقتك ليه في ناس كتير بتاخد كوبي وبيست من حتت حتى مختلفه كده هون لو ما كتبتوش بطريقتك دون برضو هيعتبر بلاجيريزم وانا بعتبر ان القراءه السريعه والناس اما بتربط كده ما لحقتش تقرا وتفهم المعلومه كويس فده برضو مش ما وصلكش انت النولج انف ان انت ما تقعد تفكر وتكتب الجمله بطريقتك انت غير تماما لما تاخدها كده وحتى وكتبت السيتيشن ده هتخليك تفهم الحاجه بطريقه احسن كتير فعشان كده انا مع موضوع البلاجياريزم ده بصراحه.
دي كده خلصنا الرايتنج، هنخش على الفينيشنج بروسيس. طبعا انا جمعت انفورميشن قد كده، فانا لازم اشوف يو ذا بيست اوف ذا بيست اوف ذا بيست. قاعد اشوف الافات، احنا بنعمل سيرش بنلاقي الافات، وخدنا شويه ماشي، وكمان هفضل كل شويه اريفاين لحد ما اخد احسن حاجه. الموضوع مش صعب زي ما هو يبان هنا كده. هو اول ما دخل اما تدخل كده هو في البروسيس نفسها، هتلاقي الدنيا سهله، وهتلاقي دماغك ابتدت تستسلم كده بعد ما شفت كام بحث وطريقه كتابتهم، هتطلع عندك الافكار وهتمشي يعني الدنيا كويس. هي بس بتتخض الاول وهله. وطبعا هأكد ان لو قعدنا من هنا ال9 سنين نسمع بس كلام كده، هو من غير ما ننفذه بنفسي، واستصعبته ورحت خليت بقى ايا كان هيعمل ولا هيساعدك، مش هتتعلم انت. ده بيس كويس ان انت بعد كده تعمل literature review مستواها عالي، وان انت تنشر من وانت طالب، ومن وانت يعني وتبدأ الكارير الاكاديميك، او مش الكارير الاكاديميك، تبقى في جزء الساينس ده من بدري. ده لو انت interested يعني. برضه اخد بالي ان انا بعد ما خلصت وخلاص وظبطت الريفايز، لو اقدر اخد اوبينيون من حد بره او مساعده حد يبص لي عليه يبقى كويس، بس ما اظنش ده هيبقى متاح في وقتكم بصراحه، عشان الوقت ضيق وانتوا بحث كل ماده ده مش قليل. اخد بالي من الجرامر والسبيلنج والرايتنج ستايل عشان الدكاتره ما ينتحروش. don't rush this step، يعني الخطوه دي راجعها كده بتأني، عشان بس يعني الدنيا تمشي تمام ويبقى المنتج بتاعك شكله كويس. وفولو رولز اللي هي الريكويرمنتس اللي قلناها الاول، ده امشي عليها كده. هو عايز كام صفحه، عايز التايتل الفلاني، عايز مش عارفه الفورمات العلاني، امشي بالطريقه المنطقيه اللي هو طالبها مني، ما جودش كده. خلصنا الفينيشنج بروسيس، هنخش بقى على الريفرنس. الريفرنس بالنسبه لنا في طريقه لكتابه البوك ريفرنس، يعني انا واخد مصدر من كتاب، سواء كتاب عندي او كتاب اونلاين، بكتب الاوثر بعد اللي هو اسم اللي هو اسمه ايه الكاتب يعني بتاع البوك دون، واكتب السنه، واكتب بعد كده اسم الكتاب والبابليشر اللي هو الناشر بتاع الكتاب. 1 2 3، هي دي الخطوات. لو انا من جورنال، واخد من حاجه من جورنال، بكتب برضو اسم الاوثرز الاول، بعد كده السنه، التايتل بتاع الارتكل، بعد كده التايتل بتاع المجله، الفوليوم نمبر، انتوا عندكم نفس الالوان هتلاقيها فوق وتحت في السطر ده والسطر ده، والصفحات من كام لكام، واللينك بتاع اللي هي البحث ده. ده طريقه الكتابه لو انت واخده من مجله علمية. في فورمات كتير على فكرة للريفرنس تتكتب بيها، بس ايا كان انت خدت دي ولا خدت واحدة تانية، ساعات ممكن الير دي تتكتب مش عارفة في بعد شوية، مش في مكانها يعني، بعد الاوثرز على طول ممكن تتكتب بعد التايتل اوف ارتكل. دي كلها فورمات مختلفة، ايا كان انت هتادوبت انه توحدهم في كل الريفرنس بالنسبة لك. دلوقتي المفروض في ريفرنس مانجر، دي برامج بتستخدم عشان اعمل بيها الريفرنس، بس طبعا الناس اللي مش متعوده عليها منكم يعني وانتوا في زنقه، مش هيقدروا لسه يستخدموها دلوقتي. فالاسهل ان انتوا تعرفوا بتتكتب الريفرنس ازاي وتمشوا بيها، وحاولوا بعد كده ما يبقى في عندكم وقت تستخدموا الريفرنس مانجر وتفهموا ازاي بنمشي بيها، هتسهل لكم على اللونج ران. زي ما قلت هركز ان انا مصادري هتبقى اخر 5 ل10 سنين. هنا بالنسبه لي انا مثلا الانترودكشن خدت الجمله دي من المصدر الفلاني، اخرها كده هحط رقم مثلا 1، ده اول ريفرنس عندي، وبيبقى سوبر سكريبت طالع لفوق كده ده هو، او حتى بين قوسين ايا إن كان، انتوا هيبقوا في تساهل معاكم عامة عن الناس الدراسات العليا. ودي هتبقى هي نمبر 1 عندي، ما احطها في الريفرنس. تاني جملة المصدر بتاعها ده 2، وتبقى في الريفرنس عندي في السكشن بتاع الريفرنس ده 2، بحيث اما اشوف دي كده هو انتوا عايز اعرف انت جبت المصدر منين، هرجع للرقم تحت وانت كاتب بقى اللي هو المصدر الكتاب الفلاني ولا الجورنال العلاني. بأكد على ان السيم فورمات هنستخدمه كله. لو انا عندي جايب صور او اي حاجه يعني صور من الانترنت او من بيبرز، لازم بحط المصدر بتاعها برضو، بكتبه بنفس الطريقه. بكتب تحت الصوره اولا لازم يبقى لها عنوان، انت الصوره دي حاططها ليه مثلا، ده ايه، ده الجيناتيك باسواي بتاعت كذا،
بتكتب ده عبارة عن ايه، وبتكتب وشرح جملتين بس ايه اللي بيوصف الايمج دي او بيوصف البيكتشر دي، وبتكتب المصدر اللي انت جايب منه. برضو لازم برضو لو حبيت تعمل جداول في الليتريتشر بتعمل جدول انت اللي بتعمله بنفسك، وبتحط التايتل بتاع الجدول قبل الجدول، مش زي الصوره بعدها، قبل الجدول. دي نقطه برضو تبقى عارفينها. لو اضطريت ان انا استخدم ويب بيج او ويب سايت، ليها طريقه برضو كتابه، ان انا بكتب لاست نيم، بعد كده الانيشال، بعد كده الببليكيشن او لاست ابديت ديت، التايتل بتاع الويب سايت، اللينك بتاعته، والاكسيشن ديت، ده بكتبها برضو كده هو. بس خليني ليميتد في استخدام الويب سايتس يا جماعه، ممكن استخدمه يعني بس مش مرات كتير. دي الريفرنس اللي انا جبت منها النهارده، الكلام اللي احنا قاعدين نقوله من اول محاضره، ده اللي النهارده غطيناه. يا رب تكونوا فهمتوا كده هو ان الدنيا ماشيه ازاي، والوضع سهل شويه عليكم. عارفه الموضوع مش سهل بالنسبه للناس اللي هتخوضوا اول مره، بس ان شاء الله اول ما تبدا هتحس ان هو مش بالصعوبه والكلكعه اللي انت متصورها. لازم تدخل في البروسيس كده هو. انا ما اعرفش انا هل لو دخلت على الفيسبوك هلاقي اسئله ولا لا، فمش عارفه يعني الوضع هيبقى عامل ازاي. دقيقة واحدة. تمام. الويب سايت واضح هيبقى عامل في حد اتخض اهو من الكلام، ما فاهم معنى ريفيو. قلت كان بيقول هو يعمله ياخد نوبل على طول. لا الدنيا مش كده يعني. والله ربنا يكون في عونكم، يعني الموضوع جديد عليكم وفي وقت ضيق. انا المشكله كمان ان انتوا بحث في كل ماده، ده مش قليل. ف ف اه فبالنسبه لي يعني حاسه ان فعلا موضوع كبير بالنسبه لكم، مش قليل يعني. فممكن انت على قد ما تقدر تمشي على الرولز دي، هيبقى الدنيا مش هتتحاسبوا يعني بطريقه جامده دراسات، بس ده الاستراكشر المفروض تمشي عليه مور اور ليس يعني. هيبقى في الدنيا ماشيه بطريقة بسيطة أو بطريقة مش تعنتية، بس هم قايلين إن أي بلاجيريزم هيتاخد معاه موقف جامد، عشان البلاجيريزم ده هيفتح موقف إن الناس كده هو هنلاقي نص الدفعة واخدين من بعض، أولا بغير إن هم واخدين من حتة تانية يعني، مش متابعين الرولز اللي إحنا كنا قاعدين نقولها. هنلاقي الناس كلها عاملة كوبي بيست من الأبحاث زي بتوع المدارس، أما وناس بتبيع وناس بتعمل. فيعني إحنا ناس كبار ومفروض طلبة جامعة وميديسن وفارماسي وكليات يعني طبية، فالمفروض يبقى لنا يعني اجتهاد شوية عنهم. ربنا يوفقكم إن شاء الله، ويا رب تكونوا كده هو استفدتوا، ونشوفكم عاملين كل الأبحاث في المواد بتاعتكم. وميرسي جدا على وقتكم.